وينضم إلينا من عمان الأستاذ حسين العليان الكاتب والباحث السياسي للحديث عن دلالات منح وزير المالية الحالي الإذن لمدير عام دائرة العقارات ببيع وتأجير عقارات الدولة دون نشر الإعلان والمزايدة في الجريدة الرسمية. مرحبا بك معنا أستاذ حسين. أهلا ومرحبا. الكشف عن كتاب مختوم ومصدق من وزير المالية يمنح فيه صلاحية بيع أموال الدولة وعقاراتها طبعا لمدير عام دائرة العقارات دون الإعلان عن ذلك أو الإعلان في الجريدة الرسمية، ما خطورة هذا الكتاب برأيكم؟ يعني أنا أعتقد أنه هذا الكتاب إجا يغطي جرائم 17 سنة مرت وليس يعني إلى ليغطي جرائم قادمة، جرائم لأنه لم يبقى من عقارات الدولة شيء لم تستولي عليه الأحزاب المتنفذة أو الميليشيات أو الشخصيات الفاسدة في بغداد. يعني حتى طالت الوقتين السني والشيعي هذه الممارسات، يعني ليست بس فقط عقارات الدولة. نعم. اليوم في يعني النظام السياسي في بغداد باع الوطن، فما بعتقد مهم يتمسك في بنايات هنا وبناية هناك. الوطن اليوم النفط كله بيع للشركات الأمريكية بموجب اتفاق قانون الخدمة ما أطلق عليه الشهر الثاني الخدمة، ونحن اليوم في أزمة خانقة بهذا الموضوع. أعتقد هذه المسألة جاء يعني هذا القرار الهدف من عنده فقط التغطية على ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق أو بمزايدات شكلية، كأن يباع قصر بمساحة 100 دونم بمئة مليون دينار أو بخمسين مليون دينار، يعني بمبالغ رمزية أو دفترية أو شيء من القبيل. نعم. وهذا يغطي على كل السياسيين الذين أثروا من خلال شراء ممتلكات الدولة وأصول الدولة العراقية. هناك تصفية للدولة العراقية بكل أصولها اليوم. طيب يعني اليوم أستاذ حسين إحنا بنتكلم عن حكومة الكاظمي التي أشارت وأمرت ببدء محاربة برنامجها لمحاربة الفساد، برأيكم هل يعالج الفساد ويحارب بهذه الطريقة أن يمنح تفويض عام لمدير عام بالتصرف بأملاك دولة دون يعني أن يكون هناك عروض أو مناقصات أو ما إلى ذلك كما جرت العادة في مرات سابقة؟ يعني من يقول أن حكومة الكاظمي مكلفة بمكافحة الفساد؟ هي تقول ذلك، هي تقول ذلك إنها جزء من منظومة الفساد وفي أس منظومة الفساد. النظام السياسي عندما يفقد إرادته ويفقد مرجعيته من خلال شعبه، بمعنى هو منتج من منتجات الوطن كنظام سياسي وليس منتج من منتجات التقاطعات الدولية والإقليمية في العراق، عندما تكون الحكومة والنظام السياسي منتج محلي، عندئذ نستطيع الحديث عن مكافحة الفساد، الدفاع عن الوطن، إعادة البناء، إعادة كل هذا الحديث في سياق الاقتصاد والسياسة. لكن أن تأتيني بحكومة هي تقاطع لمصالح خارجية وتزعم فيما بعد أنك ستحارب الفساد، فهذه نكتة، يعني نكتة سمجة. ما يعني ما علاقة هذا الكتاب بتكريس فشل ورقة الاقتصاد الإصلاح الاقتصادي الذي اصطرح على تسميتها بالبيضاء؟ يعني أنا أعتقد أنه زي ما ذكرت لك لا أحد اليوم في العراق ممن يتصدر مشهد الوظيفي أو المشهد السياسي ما يسمى بالنظام السياسي معني اليوم بإصلاحات في العراق، الكل معني بإصلاح ذاته والحفاظ على مكاسبه أو الدفاع عن مكاسب غير مشروعة حصل عليها. يعني اليوم العراق هو آخر هم الحكومة والمنظومة الحاكمة في بغداد. يعني أنت ترى أنه اليوم البلد في حالة عدم القدرة على الوفاء بالرواتب وهناك أزمات خانقة قادمة. يعني لا أرى أنا أنه هذا القرار أو قرارات الحكومة الراهنة قادرة أن تنتج أي شكل من أشكال الإصلاح الاقتصادي. والله أستاذ حسين اللافت في الموضوع، يعني كما تعرف نواب يقولون أنهم مصدومون من هذه الورقة أو هذا الكتاب، والشعب مصدوم من ذلك، وبعض الوزراء يقولون أننا مصدومون، الجميع مصدوم من هذه القرارات، وهناك تقارير تتحدث عن وجود ثغرات في ورقة الحكومة الكاظمي الاقتصادية
ومع ذلك لا أحد يتحرك باتجاه إصلاح حقيقي. هو أنت يعني كل المصدومين، كل من تحدثت عنهم كمصدومين هم عبارة عن كذبة ومشاركين في الجريمة، هم فاسدون. يعني الموجود في البرلمان، الغير فاسد في البرلمان هو شاهد على الفساد ليس إلا يعني. فلا تحدثنا يعني هذا البرلماني الذي يجلس بالبرلمان ويدرك أن لا حول ولا قوة له، وأن قراراته قد لا تصل باب البرلمان في الخارج ولا تنفذ يعني. وبالتالي يعني قادة الكتل أو قادة المنظومة السياسية اليوم المرتهنة للخارج أيا كان هذا الخارج هي التي تقرر مستقبل البلد. هم بضعة أشخاص وبضعة أحزاب محدودة وميليشيات محدودة هي من تقرر مستقبل هذا الوطن. كان أملنا معلق على الانتفاضات الشعبية وعلى المظاهرات الشعبية السلمية بأن تطيح بكل هذا النظام السياسي، لكن للأسف نجح النظام السياسي في التحايل ونجحت قوى أخرى في إجهاضها مؤقتا. نعم. القادم سيكون أعظم، لأنه اليوم إذا اعتقدت الحكومة أن المظاهرات انكفأت فهي النار يعني، فهي الرماد لما قبل الاحتراق الشامل. يعني الخوف والخشية اليوم أنه أن يصل الشارع إلى حال من اليأس مع الإصلاح الشعبي أو المطالبة بالإصلاح، وبالتالي نذهب إلى ما لا تحمد عقباه يعني. نعم. وهذا وهم مسؤولون لأنهم لم يتركوا للعراقيين أي خيار غير خيار الثورة الشاملة. بالأمس كانت سلمية، وأخشى ما نخشى أن تصبح ثورة شاملة عارمة تطيح بكل البلد والنظام السياسي. نعم، شكرا لك أستاذ حسين العليان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.